يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القائل أو قول الشاعر: علو ربنا لدى الثقات، علو ذاته مع الصفات، أما علو قهره فرد بسابق إذ منه يستمد، فقال: إن العلو فقط علو ذات وعلو شأن، ولا ينقسم إلى قسم ثالث وهو علو القهر، فما صحة هذا القول؟ يعني يجحد قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، يجحد وهو الواحد القهار، كلام باطل. لكن لعل السائل ما فهم كلام الناظم، ونحن ما ندري منه هالناظم، أخاف أنه من هالمتعالمين الجدد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل التحدي في إيجاد الخلق؟ فالله جل وعلا يثبت له العلو بمعانيه الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. هذا أهل السنة مجمعون عليه، أن الله تثبت له هذه المعاني الثلاثة في العلو، بخلاف المبتدعة فإنهم يقولون ينفون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر فقط. نعم.